السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المحرز، يعني وين نقولوا بلي كاين الريال، كاين باريس سان جيرمان، كاين حتى تشيلسي وين دخلت في السوق، يعني من اجل رياض محرز، من اجل انتداب رياض محرز. على هذيك نقولوا بلي ودي رياض محرز السوق تاعو ملتهب، يعني وين الهب قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز صراع بين عمالقة كرة القدم الأوروبية بعد أن أصبح مطمع جميع خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة. يعني كما يقول لك يمكن يقعد في مانشستر سيتي، يمكن يخرج من مانشستر سيتي. والمانشستر سيتي واحد البيان داروه بلاك في سيمانه ولا ماشي باغيين يمدوه في نادي انجليزي، يعني وين ماشي باغيين. هي وكاين فانيك اخرى نيوكاسل فانيك دخلت في السوق، خاطش نيوكاسل قلبت هذيك الشركه السعوديه، يعني اللي بيدخلوا للسوق بقوه، بيدخلوا للسوق بقوه. على هذيك حنايا نقولوا بلي رياض محرز وين ما يروح كاين المكانه تاعو، يعني وين شاهدنا وين تنافس خمس انديه عملاقه على خدمات الجناح الطائر لمانشستر سيتي الانجليزي، يعني بدايه بقطب كره القدم الاسبانيه ريال مدريد وبرشلون، والذين يظن وين حطوه ضمن قائمة مختصرة للأسماء المستهدفة، إضافة إلى باريس سان جيرمان الساعي لانتدابه منذ الموسم الماضي، دون نسيان اهتمامات التي يحظى بها من بطل أوروبا الموسم الماضي نادي تشيلسي. حنا المهم رياض محرز تشوف كيفاش باريس سان جيرمان، يعني والله العظيم هي بالك اللي غادي يحطوا الشكاره يطلعوا السوق بالك تاع باريس سان جيرمان ولا نيوكاسل، هادو اللي غادي يطلعوا السوق، هادو زوج. ما نكذبش عليكم ماذا بيا يروح لتشيلسي ياودي، ما كان لا اسبانيا لا منا، يروح لتشيلسي خله، خاطش علاه راه يعرف البطوله البريمي ليغ، يعرفها مليح 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 مليح، بطوله بريمي ليغ يعرفها مليح، عنده التجربه. ماشي هو راك تشوف وين كاين اللي يقول لك لا نورمال وكلش، لا يعني هو ماشي باغي يضيع عام وحدا اخر ولا ست اشهر ولا باش يتاقلم، كيما يقول لك يتاقلم، لا هو ماشي باغي يضيعها، هو باغي ديريكت يقلع كي يروح خاطش علاه باغي تعقلوا عليها. كاين في لايستر سيتي، لايستر سيتي راح لمانشستر سيتي وين شاف يعني تطور كبير، شاف تطور كبير، شاف حاجه كبيره، هو بروحو هدرا قال لك يا ودي وين كلش تغير عليا الريتم كلش. ما احنا كنا نشوفو بيه في لايستر سيتي كان داير كراه، من بعد قال لك يا ودي كلش تطور عليا، كلش زاد نيفو ريتم بزاف صوالح العامل، كلش زاد ريتم كبير. على هذيك انا من ذابية من الريتم الكبير يروح الريتم الكبير هي تشيلسي، خير ما يروح نادي لي يقعد راه وراه. ميسي ما قدرش يروحوا مع باريس سان جيرمان، ميسي ما قدرش يروح، شويه واعره ماشي سهله، ماهي سهله. نيمار نهار اللي راحوا ما قدرش يروحوا مليح، على هذيك شويه نقولوا بلي ودي هي يقعد في مانشستر سيتي مليح حاله، ماذا بيا يقعد، انا والله ماذا بيا يقعد في مانشستر سيتي ولا خرج يروح لتشيلسي ولا نيوكاسل، هذه هي يروح يدير فماك يحط كراعه فماك. وجدنا الاهتمامات التي يحظى بها من بطل اوروبا الموسم الماضي نادي تشيلسي، وكذلك مسؤولين ميلو الباحثين عن تشكيله الفريق الاحلام في ظل الاخبار التي تتحدث عن بيع الفريق لصندوق استثماري في البحرين، وارتبط اسم باريس سان جيرمان بالتعاقد مع قائد المنتخب الوطني كبديل محتمل للأرجنتيني دي ماريا والذي سيرحل في نهاية الموسم الحالي، كما أن مسؤولين برشلون يضعونه كخيار بديل لصفقة المصري محمد صلاح. المهم على ما كو يروح فيك ميلو إلى داتها إلى شرات الأسهم تاعو، يعني ديك تاع البحرين صندوق الاستثمار في البحرين إلى شراو
شراو كيما نقولوا حنايا الاسهم تاع النادي تاع ميلون، حاجه كبيره كاع، هي كبيره، هي كبيره، هي كبيره. ميلون 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 تاريخ فانيك في كره، في جانب الرياضيه تاريخ، تاريخ ماشي زعما كان عندها سبعه تاع ليتيت، الناس ما كانش عندها كاع، كان اللي كانت عندها واحده، البارسا ما كانت عندها واحده، مي ميلون كان عنده سبعه، البارسا كان عندها واحده جايبها من عند قيوس. على هذيك نقولوا بلي ودي اليوم وين يرتبط المدلل الانصار الخض بعقد الى غايه 2023 مع مانشستر سيتي، وهو ما جعل العديد من الفرق تحلم بالتعاقد معه هذه الصائفه نظرا لمستويات المرموقه والتي يبصم عليها هذا الموسم، في انتظار ما سيقرره المدرب بيب غوارديولا تجاه، ولو انه يصر على تجديد عقده كونه من ابرز الاسماء في التشكيله، ونجح محرز في تسجيل اهداف في كافه البطولات هذا الموسم مع السماوي كافضل رصيد تهديفي له في موسم واحد بمشواره كافضل يعني الكروي، ولو انه يامل في التتويج يعني بدور ابطال اوروبا بعد ان جنب يعني نقولوا باللي السنال وين ما ربحهاش في الفينال، دومي فينال راحت له، هو دروك يحوس كيفاش يعني يبنوا، خاطش على هذو الناس ما غاديش يقول لك اودي خسرنا دومي فينال صاي غادي يتفركتوا، لا يجيب لك هولندا يجيب لك من يجيب لك من ويقلع لك، ما غاديش يقول لك يا ودي لا صايك راحت لنا يا صايك، لا خدمه راحت اليوم يجيبوها غدوه، راحت غدوه يجيبوها ما غد ما يكرهوش، خاطش عارفين بلي الدنيا ما غاديش تحبس، خاطش يعاود يولي يقول لك وين راهم الانصار اللي كانوا هنا هنايا من 1909 من 1910 وين راهم؟ راحوا صح، نادي مانشستر سيتي بقى، هذه هي ما يحبسوش يعني من 1909، خاطش غادي يعاود يولي يقول لك وين راهم لهنا الانصار اللي كانوا من 1909 ما كاش ماتوا كاع، من 1901 من 1902 من 1903 ما كاش وين راهم؟ عشان الناس راحت على ذلك يقول لك احنا ما غاديش نحبسوا، الدنيا تستمر ما دام كاين الدنيا، ما دام الشمس تطلع، الشمس تطلع احنا رانا نخدموا، رانا نخدموا دورو، ما غاديش نحبس لك، هذه هي هذه اللي مليحه، يخدموا يحوس لك قدام برك، وحنا لا خسرنا مع الكاميرون بغاو يحبسوكم في 29 مارس، هما الايام عندهم ما يتمشي وانت حبس في 29 مارس، مواطن العادي يحبس في 29 مارس، مين يدور من الصباح ماتش 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 تالي تا يبغي يرقد تروح غير ماتش، على هذيك نقول لكم بلي ودي الدنيا تستمر، اليوم خسرت غدوه تربح، اليوم تإليمينيت غدوه تتأهل، اليوم خسرت تتويج غدوه تجيب تتويج، كيما هاكا تشوف وين قال لك بالك حنايا غادي نخدمو العام الجاي، راحت لنا دومي في راحت لنا فينال، راحت لنا دومي فينال، العام الجاي باغي نجيبوها، ما يكرهش سامطين، ما يكرهوش ما يكرهوش سامطين، يقعدوا يخدموا عليها حتى يجيبوها الناس هادو، اللي يجي من هبة ودبة وراحت تجيبو فشلة، راحت راحت صيك حاجة راحت راحت، ما نقعدوش نتبعو فيها حاجة اللي راحت علينا نتبعها، حاجة مشي باغيتني أنا بالك خيرة، بالك خيرة، حاجة اللي مشي باغيتني أنا نتبعها، هذه لازم تعلموها، حنا ما بغيناش تعلموا هذه، ما بغيناش تعلموها، بغينا نتبعو، بغينا نتبعو الآخر كيسموه بشكارة وذاك ذاك المخنث وهذاك كيسموه يا ربي هذاك بو كلبة هذوك، بغينا نتبعو هذو، ناس تبعوهم تبعوهم، مشاو معاهم مشاو، مشاو هذو. يعني نقولوا بلي ودي لازم تكون عبرة، لازم نحفظوا الدروس، حفظوا الدروس، قراءة حفظ حفظ حفظ، ماشي اللي يجي يكذب عليك، قلتها لكم خطرة قلت لكم هذه مليحة تحفظوا الدروس، ماشي واحد واحد مصري واحد كوافر واحد واحد يغسل الكلاب نهار كامل ويجري مور الكلاب، يعني يجي في الليل يكذب عليك والناس يقول لك والله الحضر، واحد كاع النهار هو مع مع المخنثين، مع المخنثين يوري يوري فيك سوتو واش يلبس واش ما يلبسش، ويجي في الليل فانيك فانيك الصدق والمصداقية،
ورونا شا عندكم لا بغيتو ربي، ورونا هذو الملفات هذو، هذو الملفات هذو وروهم لنا، وروهم لنا، غيقولوهم لنا برك. انا نقول لكم